حمص 6/11 حي بابا عمر بالإنشاءات تعرض للضرب بالمدافع من يوم الأربعاء لتاريخ اللحظة. حي بابا عمر محاصر لا يدخل الطعام والشراب وتم قطع تيار كهربائي عن حي بابا عمر بحمص. إطلاق نار عشوائي على المنازل والسيارات، على المارة، على المواطنين. يتم تهجير المواطنين من حي بابا عمر. أصوات الانفجارات. 5 أيام أصوات انفجارات على مدار 24 ساعة بحي بابا عمر بحمص. الله أكبر. الله أكبر. يتفضل سيد نبيل عربي في الحوار. هاي اصلاحات الدكتور بشار الكلب. الله أكبر. الله أكبر. وكأننا لسنا في حمص، وكأننا في جولان فلسطين. أهالي حي بابا عمر يفتقدون الماء والطعام منذ أكثر من 5 أيام. إطلاق نار.